عادة ما يسعى نجوم كرة القدم من مختلف دول العالم لترك بصمتهم الخاصة في بطولات كأس العالم، فمن لا يملك القدرات الكافية للمنافسة على اللقب يبحث عن وسائل أخرى، أزياء غير تقليدية وألوان وأصوات شعر غريبة، كلها أمور اعتدنا رؤيتها في المونديال من لاعبين وفرق غير مرشحة للتتويج. ولكن أن تكون ظاهرة في عالم كرة القدم وتلعب للبرازيل وتقدم قصة شعر غريبة في كأس العالم، فلا بد أن هناك سر خلف هذا الأمر. بدأ رونالدو رحلته مع المنتخب البرازيلي في مونديال 2002 واللي أقيم في كوريا واليابان بشكل طبيعي، وصل مع منتخب بلاده لمباراة نصف النهائي والجميع يشعرون بسعادة غامرة. تخطى المنتخب البرازيلي عقبة العملاق الإنجليزي في ربع نهائي المونديال، واللقب الأغلى في العالم يقترب ومعسكر السلساو، حفلة ضخمة ومعنويات في السماء. ولكن الغريب إن الوحيد اللي محضرش الاحتفال هو العنصر الأهم في المعادلة الظاهرة رونالدو. رونالدو فجأة اتخذ قراره وقص شعره بشكل غريب ما شفناهوش قبل كده في ملاعب كرة القدم أو غيرها، فقد أزال رونالدو الجزء الخلفي من شعره بالكامل بينما ترك جزء بسيط في مقدمة رأسه، تارك علامات التعجب تغزو وجوه الجميع وعلى رأسهم رفاقه في المنتخب. في اليوم التالي وفي مران المنتخب البرازيلي لم يتمكن الصحفيون من السؤال عن أي شيء آخر سوى قصة شعر رونالدو. لم يسأل أحد عن كواليس الفوز على إنجلترا أو عن تحضيرات المباراة المقبلة، ولكن السؤال الوحيد كان ما هذه القصة يا رونالدو؟ رونالدو لم يجب بشكل واضح واكتفى بالقول أنه فعلها من باب التغيير ويتمنى أن تكون فعلاً جيداً للمباراة المقبلة، تاركاً للجميع يخمن السبب الحقيقي وراء هذه القصة العجيبة. على مدار سنوات خرجت العديد من التفسيرات لهذه القصة العجيبة اللي بدأ الأطفال يقلدوها في كل دول العالم، رغم أنها باعتراف رونالدو نفسه كانت سيئة للغاية. أحد التفسيرات كانت أن رونالدو أراد تمييز شكله عن روبرتو كارلوس لأن نجله فشل في التمييز بينهم أثناء مشاهدته مباراة البرازيل وإنجلترا، والبعض الآخر قال أن رونالدو كان بيحاول مجاراة النجوم اللي بيسموا بمظهرهم لكنه لم يكن ناجح في هذا المجال. في مباراة تالية سجل رونالدو هدف فوز المنتخب البرازيلي في شباك تركيا مقدم أداء خارق قبل أن ينفجر ويسجل ثنائية في شباك المنتخب الألماني في المباراة النهائية حاملاً لقب كأس العالم. أما الحقيقة فقد تم كشفها أخيراً على لسان رونالدو نفسه وبعد عدة سنوات من اعتزاله كرة القدم، وتحديداً عام 2018 إذ قدم اعتذاره للأمهات اللي رأت أطفالهم بهذه القصة ووصفوها بالفظيعة. وقال رونالدو أنه كان بيعاني من إصابة قبل المونديال وكان هذا الأمر هو الحديث الأول للجميع، لذلك أراد أن يشتت الصحافة ويتخلص من الحديث عن إصابته، وهو بالفعل ما حدث عن طريق هذا المظهر العجيب. رونالدو أكد أنه رغم المظهر السيء اللي ظهر بيه إلا أن خطته نجحت والتفت الجميع لقصة شعره، وهو اللي ساعده على اللعب بشكل أفضل متخلص من الضغوط، وكانت النتيجة التتويج بالمونديال.